النهاردة هنعمل طريقة للسويسرول بجد عبقرية، أحلى سبونج هتجربوه في حياتكم، اقتصادي جدا جدا، طعمه أحلى وألذ وأطعم من الطريقة الأصلية للجاتوه. عايزة أقول لكم إن هو سهل واقتصادي ومش محتاج مننا لا مضرب ولا عجين، وهنعمله كله في الخلاط بكل سهولة وبكل سلاسة، يعني خطير جدا، هتنبهري بنفسك وانت بتعمليه. معانا في الخلاط بقى 3 بيضات بدرجة حرارة المكان، ظرفين من الفانيليا، وممكن تستخدمي فانيليا سائلة عادي جدا، كوباية ونص من السكر، وهنضرب كل الكلام ده في الخلاط، وهنفضل يعني ضرب متواصل مش هنوقف ابدا، يعني 3 4 دقايق كده، وهنضيف نص كوبايه من الزيت، وكمان هنضيف كوبايه الا ربع من الميه الدافيه. نهتم بالتفاصيل دي يا جماعه، بتفرق جدا في القوام. وهنكون مجهزين كوبايه وربع او كوبايه ونص، اسفه، كوبايه ونص من الدقيق، عليهم 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الاسباني، ومعلقه مليانه كبيره من البيكنج باودر، وهنزل المواد السائله ونخلط. في المرحله دي انا مشغلها الفرن على درجه حراره 180، ومجهزه الرف الوسطاني، وكمان مجلفنا على الصاج بتاعي مقاس 30 في 40، وهنزل مباشرة عليه بالطريقة دي. اخد مني بالظبط في الفرن حوالي تلت ساعة، معاكي من تلت يعني نص ساعة، يعني كبير الكيكة ديت في الفرن 40 دقيقة عشان ما تنشفش. هنغطيها ونجهز بقى معانا الكريم شانتيه، كوباية مية ساقعة متلجة وكوباية كريم شانتيه، وطبعا كريم شانتيه ده خام، فاحنا هنضيف عليه 3 معالق كبار من السكر، وهنخلط بالطريقه اللي انت شايفينها دي لغايه ما تماسك وقوامه بقى تقيل بالشكل ده. بقى جاهز معانا الكريم شانتيه، جاهز معانا، وهنغلف بنص نص كميه الكريم شانتيه على الكيكه مباشره. طبعا احنا عملنا فيديو قبل كده وعارفين طريقه السويسرول، بنلفها بورق الزبده وبتك عليها بالمنظر ده عشان الكيكه تمسك في الكريم شانتيه، ويعني قطعه واحده بغطيها، وبرجع تاني احط كمان ورقه زبده تانيه وغلفينها بالشكل ده، واغطيها كمان بفوطه وعلى الفريزر مش اقل من ساعه، وبنص كميه الكريم شانتيه التانيه بجلسها بالشكل ده، بجلس تجليس عشوائي. دي بقى تقدر تقول عليها جانيش اقتصادي بحت في الخلاط كمان عملته. بصوا بقى معايا الطريقه، انا ما عملتهاش معاكم، مش صورتها، بس هقول لكم عليها كده يعني، وشوف طريقه ان شاء الله هعملها معاكم في فيديو قريب. كوبايه ميه عاديه في الخلاط، كوبايه سكر، وكوبايه زيت على جنب كده، هنزلها سرسوب، ومعانا بقى التركية اللي هتفرق خالص، ظرف فانيليا ومعلقة من القهوة سارة الذوبان. صبيت كل الكمية عشان متبقاش حاجة معلهاش، وفي الآخر الزوبان دي احنا هنستخدمها برضو، ومسكت معايا بالطريقة دي. كان معايا باقي معايا حوالي معلقة كده من الكريم شانتيه، خفتها بمية وعملتها بالمنظر اللي شايفينه دوت، كان شكلها حلو ولذيذ، يعني طريقة عشوائية للتزيين، مش يعني مش منظمة. انتوا حابين تعملوا روزيتات مفيش أي مشكلة، التزيين ده يرجع لك انتي. والقطعة ما شاء الله كبيرة، ويعني واخدة حجم كبير، قطع معايا بالظبط حوالي هنا 6 على الصينية دي، والباقي حوالي قطع معايا 4 قطع كمان كبار. لو حابين تصغروا شوية الحجم هيبقى حوالي 12 قطع جاتو معانا، طعم تحفة ورهيب، كيكة سفنجية يا جماعة بجد، أحلى وأطعم وألذ، يعني مش قادرة أقول لكم بدون مبالغة، من المحلات كيكة هشة وسفنجية. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكنت معاكم علا تهامي.